احنا كده شرحنا الستات الحلوه بتتفرج علينا الفرق ما بين الاربعه. اوكي. كل واحده فيهم عندها شعر. أوكي. شكل. اللي شعرها متقصف واللي شعرها مجعد واللي شعرها تقيل بس هايش مقصف، مين تستعمل ايه؟ مفيش حاجه مطلقه، وهي يعني مفيش واحده هتعرف يعني، يعني مش هتروحي تشتري ازازه وتبقي عارفه دي هتجيب نتيجه عامله ايه في شعرك. لا انا مش بتشتري، انا دلوقتي جايه لك عشان اعمل شعر. يعني انا مثلا الكوافير بتاعي لما انا رحت قلت له انا عايزه اعمل كرياتين قال لي فتله شعرك ما تستحملش مثلا. ثواني، ما الجمله دي بقى بتتقال كتير ومش قادره افهمها، يعني ايه ما تستحملش؟ ما تستحملش السخونه بتاعه ال انت بتعملي شعرك فلات ايرون اصلا بدرجه سخونه عاليه، الفرق بين دي وبين دي مش الفرق اللي يخلي الشعر ما تستحملش. نمبر 1. نمبر 2، لما تعملي فلات ايرون مرتين في السنه بالمنظر ده احسن ما كل اسبوع تحرقي في شعرك وتعملي فلات ايرون عشان تعملي فيه ستايلنج بالمنظر ده. حتى بعد كده لما تعملي ستايلنج في شعرك ده يعني ما بتحتاجيش نفس المجهود، نفس السخونه بتاعه والسخونه والشده وكده. لو يعني لو شعرك معمول هيبقى عايزه حراره بيزك جدا وافرد بيزك جدا، فشعرك مش هيتعرض للضغط اللي بيتعرض له لو هو مش معمول. فلا انا كلمه ما بيستحملش دي لو حاجه مؤذيه فمش هقدر اعملها كتير عشان الشعر مش هيستحملها، انما دي حاجه اصلا بتفيد الشعر وبتعيد بنائه وبتحسن جودته وبتحسن خلقه. انا طيب احنا دلوقتي الستات دي كل واحده فيهم عايزه تعرف يعني انهي الاقوى، ايه اللي بينعم الشعر، ايه اللي بيعمل هشائل هياشين. طيب بصي قولي لي كده، مفيش اقوى ومفيش احسن. حلو. ابسولوت. خلاص. في السؤال الصح اللي هو ايه اكتر حاجه تناسب فتله شعري بالظبط كده، فهي اذا كيس باي كيس بيس. انا بشوف الشعرايه بيس بقى على الاكسبيرينس بتاعتي، انا بقى لي 7 سنين شغاله كل يوم معدي عليا جميع انواع الشعور وعندي مجموعه من البرودكتس المختلفه استخدمتها كلها وعملت عليها تجارب وعملت عليها ريسيرشز وعارفه هي ايه يعني كل حاجه بتناسب انهي شعر. فبقيت باي اكسبيرينس وطبعا باي دراسه لان انا دارسه الكلام دوت، بقيت اشوف الشعر اقرر ايه اكتر حاجه هتناسب شعرك. اوكي. فما اقدرش اعمم اقول ده بس، هديك البيزكس، هديك البيزك جايدلاينز. الشعر اللي محتاج فوليوم واللي فيه تقصيفه شويه بعمل له بروتين، بس كسرته ما تكونش جامده، كسرته ما تكونش جامده قوي. الشعر التخين قوي الكتير اللي عايزين نهبطه خلاص وعايزين نقلل الفوليوم بتاعه بعمل له بوتوكس. الشعر الميديوم تو ثين وكسرته جامده قوي بعمل له كيراتين، وغالبا بيبقى فيه 0.2% فورمالين لان بحاول الفورمالين ماده حافظه موجوده في كل حاجه في حياتنا، موجوده في الاكل اللي بناكله، موجوده في الهواء اللي بنتنفسه، موجوده في كل المعلبات، في كل الجبن، في الميك اب، في كل حاجه. الفورمالين ضرره ايه؟ لو زاد عن النسب المسموحه وقعدنا نستخدم بهذه الزياده لفتره طويله من الزمن. فادام وذين اسيف كونتكست مفيش ضرر من الفورمالين. هل الشعر الدهني او الجاف او العادي بيفرق في اختيار كرياتين او بروتين او يعني؟ لا. لو انا شعري دهني بس اللي شعرها دهني بتعيني شويه. في الاول لانه هو لما الشعر بينعم وبيهبط بيزيد اكتر واسرع. أوكي. فهي بس بقول لها في الاول اغسليه بس كتير شويه وبعد كده الدنيا جرادوالي بتظبط لوحدها.